على الطبقة العاملة، ولكن خصنا نعرفوا شنو هي القمة ديال هاد الطبقة العاملة. كتعرفوا بأن الطبقة العاملة هي المحرك والدينامو ديال الاقتصاد الوطني. هاد الطبقة العامل هو اللي غادي يمشي يشري القهوة، يمشي الكوافور، يمشي للسبيطار، ويمشي يحرك الاقتصاد. إلا قتلنا هاد الفئة هادي، إلا قتلناها وما عطيناهاش الحق ديالها ديال العيش، شنو غادي نحققوا في هاد البلاد؟ شنو هو اللي يعني الدورة التجارية اللي غادي نحققوها؟ على أيين إلا ضفنا لهاد الفئة، وما عنديش أرقام، أنا ما سجلتش الكلمة ديالي لأن بغيت نتكلم بلغة القلب، ما بغيتش نتكلم بهذاك الصيغة أنني نوجد الكلمة وبقى نمثل عليكم الكلمة اللي ممكن وجدتها. أنا قررت أنني ندير المداخلة ديالي بطريقة يعني أنا غادي بطريقة ارتجالية، وسأتكلم بلغة القلب. كوني ابن المنطقة وكنعيش في هذه المنطقة وكنعرف وكنشوف وكنتصور، ما غاديش نتكلم بلغة الخشب. ولهذا الإخوان في بلادنا كاين ما يدار، خصوصا في هذا الموضوع ديال التشغيل. مهما قلنا مهما تطورنا، إلا ما عطيناش اليد للطبقة العاملة ما غاديش نمشيو بعيد. علاش؟ لأن هذا المشكل هذا ديال الطبقة العاملة للأسف الشديد في بلادنا مشكل كبير جدا. علاش؟ كما قلت لكم هاد 50 درهم اللي كيربحوا هاد الناس في الإنعاش راه ماشي هذا رقم كبير. عرفوا 500 ديال الجماعة معدل ديال 50 واحد في الجماعة، وكاين الجماعات اللي عندها 100 ولا 150، راه رقم كبير. إلا ضفنا هاد العمال اللي كيشتغلوا في هاد المقاهي اللي كتشوفوا، وإلا قلت لكم عدد المقاهي في المغرب ما عنديش أرقام، إلا قلت لكم عدد لي ريستورون المطاعم وقوسولناكم شحال كيربحوا هاد الناس، غادي نلقاو رقم هزيل جدا. هاد الرقم ما كيوفرش الماكلة المعيشة للإنسان. اسمحوا لي يا الإخوان نقول لكم عدد المقاهي في المغرب، عدد المطاعم في المغرب، عدد المحلات التجارية في المغرب، غادي نلقاو واحد العدد كبير جدا. وهاد الرقم اللي كيربحوا هاد الناس شحال كيربحوا، شحال عندهم في الصالير ديالهم، كنلقاو الرقم هزيل جدا. هاد الرقم هذا ما كيسمح لهمش باش يعيشوا، على الاقل ما كيحيد لهم حتى الجوع. وحنا عندنا ما يعادل اكثر من 40 حزب سياسي، عندنا 400 تقريبا برلماني، وعندنا 120 مستشار برلماني، و42 وزير. شنو الدور ديالهم الى ما يشتغلوش وما يخدموش وما يحطوش القوانين باش يعطيو الحقوق لهاد العباد الله؟ وبالله عليكم عباد الله، واحد القهوة كيبيع القهوة بحالها بحال باري، وباري الخدام كيربح 1400 أورو، وفي المغرب كيحط عليه ب 2000 درهم. و 2000 درهم قسموا عباد الله على 30 يوم، كتلقى بأنه الناس كتربح أقل من 50 درهم في النهار. وهاد 50 درهم في النهار إلا شاف الطاكسي من الخدمة للدار مشات، واش عنده الحق يكمي؟ واش عنده الحق يشري دار؟ في أوروبا إلا قلتي للإنسان أنا خدام ورجع للسطر بلا ما تقوله شنو فاش خدام، يعني بمجرد ما تقول له أنا خدام، ولا كتمشي تزوج كيقولوا لك واش خدام، كتقول لهم أنا خدام ورجع للسطر بلا ما تقول له شنو هي المهنة ديال العمل اللي كتشتغل فيه. لأن أي عمل في أوروبا وإلا يحفظ كرامة ديال الإنسان. أنا ما عنديش أرقى باش نقول لكم عدد ديال الموظف، عدد ديال العمال اللي كاينين في المغرب، اللي في الحقيقة أقل من الفقير جدا، أقل من الفقير. كنقولوها بالريفية ذا سعقب، ما كاينش هاد المصطلح باللغة العربية. والنقابات للأسف الشديد والأحزاب السياسية للأسف الشديد شنو هي الشغل الشاغل ديالهم هو الانتخابات ديال 2021. وهذه الشهادة للأسف الشديد
خطير جدا. الى ما صلحناش، الى ما مشيناش في هذا الاطار، الى ما صلحناش هاد العمال وما حولناهمش يكونوا